أنا رهف سليمان المرزوقي. كم الدم يلي نزل من إيدي من وشي أنا ما كنت عم شوف. إي تي بالعربي يكشف حصرياً تفاصيل إصابة سلافة وخيرجي في عنبر سكة. إيف شو صعبة. أنا رهف سليمان المرزوقي. من يومين بدأ عرض مسلسل عنبر ستة على شاهد وعمل حالة على السوشيال ميديا بين المتابعين بعد ما شافوا أول حلقة. والمسلسل من بطولة سلافة وخيرجي، سبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر ونجوم عرب كتار، وبيخرجوا علي العلي من إنتاج إيجل فيلم. وإي تي بالعربي كان معاهم في كواليس آخر يوم لما كانوا بيقطعوا كيك فركش التصوير. خبرينا عن هذا الدور بعنبر ستة كيف كان؟ العمل صعب، ما في حدا فينا ما بذل مجهود، ودوري يعني في حالات نفسية كتير كانت صعبة، فإن شاء الله يا ربك يحبوا الناس، اشتغلنا بحب وضمير، الواحد بيتمنى أنه هذا الشيء يوصل للناس إذا الله رأى. قتلت روحي، كل لحظة عم تمرق علي السنة، النهار طويل. والصعوبة ما كانتش بس في التمثيل، فإيتي بالعربي بيكشف لكم لأول مرة عن حادث خطير اتعرضت له سلاف التصوير هدد قدرتها على النظر. بدي أقولك الحمد لله على السلامة، عرفنا أنه صار في معك حادث كتير قوية بهذا العمل، شو صار؟ بدنا نكشفها أول مرة عبر إيتي بالعربي. أي والله حادث كتير كبير والله لطف وستر. يعني كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، في إضاءة وفي ديكور حديد، شبك حديد، أنا وبقلب المشهد فك الحديد عن السقف ونزل فوق عيني. طبعا كانت لحظة صعبة تنسى بحياتي، يعني هذا كان يمكن لحظات حياتي الأصعب فعلا بكل معنى الكلمة. فقدت النظر شي ساعة كاملة. كم الدم يلي نزل من إيدي من وشي أنا ما كنت عم شوف لفترة طويلة، وما في غير شوف كل شيء أبيض والناس بيضة والناس عم بتصرخ والناس عم تحكي وعم تركض وأنا ما عم شوف. صار معي نوع من الهستيريا إنه أنا بطلت شوف، يعني لبين ما الحمد لله قدرت إني شوي أقدر شوف بالتدريج وشوي أهدى. تركت أثر هون في جرح هون عند عيني. الحمد لله عدت على خير، والتصوير كان ماشي طبيعي في باقي الأيام اللي كمان تواجد فيها إيتي بالعربي قبل كده، وشفنا سبا مبارك بتصور مشاهدها على باب السجن النسائي اللي بتدور فيه أحداث المسلسل. هذا المصنع المهجور يلي تحول لسجن بعنبر ستة. هلأ نحن فاتين على السجن، أوكي؟ اليوم عم نرافقك بآخر مشهد من عنبر ستة، عم نشوف مشاهد كتير قوية بهذا العمل. خبرينا كيف كانت التجربة ككل وشو ناطرنا بهذا المسلسل؟ والله ناطركم وجع قلب. حياة قاسية، قاسية علينا وعليهم. بنت مين اللي يعني بيكون في عندها أزمة كبيرة لها علاقة بهويتها ومين هي، وفي سر كبير بعائلتها بضل عم بشوقنا طول فترة العمل، بتمر بأزمة، ناس كتير بتخلوا عنها، وهذا بيشبه حياتنا. يعني كلياتنا بنمر بأزمات مش بحجم أزمة ليلى، بس تكتشف أشياء، بتفهم الناس على حياتهم، تعرف مين المنيح مين مش منيح. بس أكيد أزمة السجن حاجة مختلفة وخطيرة، فازاي لو كانت التجربة دي حقيقية؟ صعبة. أول شيء مبدئياً أعرف أنه أنا رح يكون عندي مش يوم، مش أول يوم، أول أسبوع 10 أيام يمكن يكون عندي فريك آوت مش عادي، لأنه أنا كلاستروفوبيك. يعني فكرة الأماكن المغلقة بحد ذاتها بتسبب لي نوع من أنواع الأنكزايتي والتعب النفسي. طيب وممكن تكون إيه التهمة يا صبا؟ أكيد 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 جريمة، يعني إشي حد رح يضحك علي لأني أنا كتير بحط ثقتي بالعالم بسرعة، لكن حدا بورطني شي ورطة لها علاقة بالثقة الزايدة بالبني آدمين، هاي مبدئياً. يعني أو مثلا تسرع، يعني أنه بخناقة مشكلة. لا جنحة بسيطة. واضح أن السجن في عنبر ستة أثر على صبا قوي، ويمكن أكتر حد عارف ده هو نايف الزفيري اللي شفناه في الكواليس في معظم المشاهد معاه. ملايين دورك مرتبط بسبا مبارك، خبرنا شوي أكتر هيك كيف كانت التجربة معه وعن كل الممثلين الموجودين. لا شوف، سبا مبارك حالة استثنائية بالنسبة لي، لأنه تمي شيز السينير، ولما جلسنا اشتغلنا مع بعض تعلمت منها يعني أشياء كثيرة جدا. بس أنا مع كوكبة طبعا بقيادة المخرج الرائع اللي أنا أشوفه مو بس أهم مخرج في منطقة الخليج، بل أنا أشوفه من أهم المخرجين في الشرق الأوسط عموما، الأستاذ علي العلي. طبعا أكيد شغل مع شركة إيجل فيلم شيء بأمانة يعني يفرح القلب بأمانة، متلاقي الناس تشتغل بالطريقة البروفيشنال هذه. نسابونا غصبا عننا، هي ارتاحت وسابت لي كل التعب. إن شاء الله راح تشوفوا صحفي استقصائي اسمه آدم، بيتطرق لقضايا المرأة بحكم قربه من أخته، وفي علاقة طبعا الناس هتبدأ تشوفها في المسلسل إن شاء الله،
الترابط اللي بينه وبين أخته والقصة اللي حاصلة مع أخته، هذه اللي خلته إنه يكون بيسلط الضوء أكثر على السجن النسائي أو المشاكل اللي حاصلة للنساء بالذات. هي انقذتني وأنا ما قدرت أنقذها.